طيب جيت تاني مسألة زي دي أو سيستم زي ده، وجي قال لي شوف هو قابل إن هو يبقى ليه حل ولا لأ، ولو ليه حل هات الحل بتاعه. تمام، ده هنا هيتروجينيوس أو نان هيموجينيوس. أوكي، من نان هيموجينيوس أول خطوة بقولها بشوفها، بشوف إن الرانك وفي إيه بالنسبة للرانك وفي إيه بي أوجمانت بي، يعني هل هو بيساويه ولا هو ده أكبر منه ولا إيه بالظبط. هو ما ينفعش يبقى ده أكبر من ده عموما، مستحيل. نكتب الماتريكس 1 2 سالب 1، شد خط كده، وتلاتة 3 سالب 1 2 1 2 سالب 2 3 1 لا 2 1 سالب 1 1 1. اوكي، طيب انا اقول طبعا ان ار 2 هتبقى ار 2 ناقص 3 ار 1، وار 3 هتبقى ار 3 ناقص 2 ار 1، وار 4 هتبقى ار 4 ناقص ار 1. ايه اللي هيحصل؟ او الماتريكس اللي هتظهر له شكلها عامل ازاي؟ دي 1 2 سالب 1 وادي 3، ده ناقص 3 0، سالب 6 وسالب 1 سالب 7. اتنين زائد تلاتة خمسة، 1 ناقص 15 ناقص 1 ناقص 9 ناقص 8. ار تلاتة هتبقى ار تلاتة ناقص 2 ار 1 اللي انا عامله ده، 0 سالب 4 سالب 2 سالب 6، 3 زائد 2 5، 2 ناقص 6 ماشي، 2 ناقص 6 سالب 4، 0 سالب 3 2 سالب 2. اوكي، هو معلش دي هنا كانت سالب 1 فدي هنا سالب 1 فدي سالب 4. عشان بس نحل المسألة اللي موجودة قدامنا، بس متأكد احنا شغالين صح ولا لا. تمام، طب انا كده ناقص لي ايه؟ انا كل اللي انا عايزه ان انا عايز اعمل مثلث او اعمل اي حاجة تخليني اجيب الرانك بسرعة. تمام، طب تعال عايزين نخلي ده، هنقول مثلا ان ار 2 تبقى ار 2 زائد ار 3، ساعتها هتخلي، خلي بالك هتخلي ده بسالب 1 وده هتخليه بزيرو. تمام، وهتخلي ده بسالب 4، فالدنيا هتبقى اسهل بكتير. فادي 1 2 سالب 1 3، ار 3 هتكتب زي ما هي، 0 سالب 6 5 سالب 4، 0 سالب 3 2 سالب 4. تعال نشتغل بقى، ده 0، ده زائد ده، ده بسالب 1 او معلش ده ناقص ده، 5 ناقص 5 بزيرو، ده بسالب 4. تمام، لما اضرب ار 2 كلها في سالب فيدينا ده كده، يعني ممكن نقول هنا دي سالب 2، سالب ار 2 عادي، هنضربها كلها في سالب فهتديك 1 و4. طب حلو، ممكن اقول ان ار 3 هتبقى ار 3 زائد 6 ار 2، ادي 1 2 سالب 1 3، ادي 0 1 0 4، 0 6 ناقص 6 بزيرو، ده هنا كده كده زي ما هو، 24، شيل منهم 4 هيبقى 20، وخلينا بقى ار 4 هتبقى ار 4 زائد 3 ار 2، فده هنا هيبقى ده 0، ده هنا 0 2، ده 12 شيل منهم 4 فده هنا هيبقى 8. اوكي تمام، لو قسمت ار 3 على 5
عشان بس تبقى الدنيا بسيطة بالنسبة لي. هيديني المنظر ده، 1 2 -1 3 0 1 0 0 0 1 4. مش هو ده هنا كمان 4 نسيت اكتبها، وهقسم ار 4 على الاتنين تديني 0 0 1 4. طبعا هقول ان ار 4 بيبقى ار 4 ناقص ار 3 بالمنظر ده، دي 1 2 -1 3 0 1 0 4 0 0 1 4. هنا ده هيبقى 0 0 0 0. اوكي طب من المنظر ده انا هنا الرانك بتاع الاي ايكوال 3. قلنا اول ما نجيب رانك التعليم نسأل نفسينا الرانك بتاع الاي بي الماكسيمم بتاعه كام. هنا دي بزيرو وكل ده بزيرو، فتقريبا الصف ده مش داخل معايا في الماتريكس كلها اصلا، ملوش 3 3، فتقريبا هيبقى منظره كده. فالماكسيمم بتاعه كام؟ 3. خلاص يبقى الرانك بتاع الاي بي بتساوي 3. طب ليه كده اصلا ان احنا قلنا ان الرانك بتاع الاي بي بيبقى اكبر من او يساوي الرانك بتاع الاي؟ هو مفيش اكبر، يعني ما عنديش ارن اكبر من 3 فخلاص تمام. طب بما ان ده الرانك بتاع الاي بي بيساوي الرانك بتاع الاي يبقى هو ليه حل، هو ليه حل. طب هل ليه كام حل؟ الار هنا بتساوي كام؟ 3. طب والان لو عدد المجاهيل بتساوي كمان 3، خلاص يبقى هو ليه حل واحد، have a unique solution. طب الحل ده انا اجيبه منين؟ زي ما جبنا المعادلات لماتريكس هنقلب الماتريكس لمعادلات. بص نشتغلها من تحت لفوق، هتديك هنا واحد واحد. بص اعرف ان دي الاكس مثلا ودي الواي ودي الزد، واحد واحد ده يعني زد ايكوال 4، ادي حاجه طلعت لي اللي تحتيها اللي فوقيها قصدي الواي ايكوال 4 تمام. طب اللي فوق خالص الاكس زائد طبعا 2 واي هيبقى 8 ناقص 4 ايكوال 3، يبقى ده 4 روح الناحيه الثانيه يبقى بسالب 1، يبقى الاكس ايكوال سالب 1 بس، يبقى هو ده الحل النهائي. ما هو يجي يقول لك ابحث ان هي ليها اصلا حلول ولا لا. طيب دي مسألة نون هوموجينيوس، قال لك شوف هي كونسيستنت ولا لأ، ولو هي كونسيستنت قول لي ليها كام حل ووجد الحلول دي تمام. طبعا أول خطوة بنحول السيستم لماتريكس، 1 1 -2 1 3، نعمل الأوجمنت ماتريكس، أدي 1 2 -1 2 2 6 3 2 -4 -3 -5، هنا ده 2 وهنا ده 3. اوكي طيب اول خطوه برضو بشتغل كاني بشتغل رو ايشلون فورم، الفكره ان انا عايز اجيب الرانك، فانا بطير ارقام كتير عشان اخلي اصفار كتير موجوده في الماتريكس عشان اقدر اقول ان الرانك ده بيساوي ايه بسرعه من غير ما اعمل عمليات حسابيه كتير. كل اللي انا بعمله بحاول اقلل العمليات الحسابيه. ادي هنا ده ار 2 تبقى ار 2 ناقص 2 ار 1، وار 3 تبقى ار 3 ناقص 3 ار 1، ادي 1 1 -2 1 3 وادي 1. هنا ده 0 -1 و -2 -3 2 و 4 6 0 0 0 ده هنا ده 0 2 و -3 -1 -4 و 6 هيبقى 2 -3 و ناقص 3 -6 -5 ماشي دي 9 دي 9 اوكي دي 9 مش -5 دي -9 تمام. اوكي -9 ناقص ناقص 9 هتبقى -18، 3 ناقص 3 بزيرو. اوكي تمام. هنا لو قلت ار 3 هتبقى ار 3 ناقص تلت ار 2، وهحول ار 2 لتلت ار 2 اصلا، يعني بعد ما اعمل العملية دي هحول ار 2 لتلت ار 2، يعني ادي 1 1 -2 1 3 وادي 1، ادي 0 سيب دي، هنا ده 0 1 -1 + 1 بزيرو، 2 -2 بزيرو،
ده هنا ده بصفار، فده هينزل زي ما هو سالب 6 وسالب 18، وده هنا الزيرو. اوكي خلاص، اوكي تمام. ده هنا هيبقى قلنا هنخليه بسالب تلت، فدي واحد، ودي هنا ده سالب اتنين، وادي زيرو زيرو زيرو. ممكن كمان نخلي ار تلاتة، هتبقى سوتس ار تلاتة او سالب سوتس ار تلاتة، فده هنا يبقى ده هنا بواحد، وده هنا هيبقى بتلاتة. اوكي ده بعد يعني بعد تكتب الماتريكس دي تاني وتكتب الارقام دي. اوكي تمام. طب هنا الار بتاعت الايه، الار بتاعت الايه اكبر حاجه ليها اصلا، يعني الماكسيمم بتاعها بتساوي 3 الرانك بتاع الايه. طب هل في هنا محدد 3 في 3 يديك رقم؟ اه. مش ده المثلث اللي انا عايزه؟ طب ما انت لو ضربت عملت المثلث ده هتضرب ده في ده في ده هيديك زيرو. خلاص شيل شيل الصف ده وحط الصف ده مكانه مثلا، يعني كأنك متخيل الكلام ده كده. واحد واحد، ادي واحد، وادي هنا زيرو، وادي واحد، زيرو زيرو زيرو، وادي هنا ده واحد كده. المحدد ده كده كله هيساوي كام؟ هيساوي واحد، يعني الرانك بتاع الايه بتساوي 3. طب حلو. طب الماكسيمم بتاع الرانك اي بي، الماكسيمم بتاعه قلنا بعد ما نجيب ده بنجيب الماكسيمم بتاعه، بتساوي كام؟ بتساوي 3. خلاص يبقى الرانك بتاع الاي بي بتساوي 3، لان الرانك بتاع الاي بي بيبقى اكبر من او يساوي الرانك بتاع الايه. حلو. اهم حاجه هنا لما تلاقي المثلث ده ما تقولش ده بده على طول بصفر يبقى كله بصفر، لا، بما ان ده بصفر شيل ده وشوف اي واحد، خد ده او ده، يعني خد ده او ده اللي انت عايزه. تمام. هنا نيجي بقى للخطوه المهمه، هنا ال n بتساوي ايه؟ ال n ال n هنا بتساوي 5. حلو. يبقى انا بقول n ناقص r هتساوي 5 ناقص 3 هتساوي 2. يبقى انا هنا هختار، تمام، انا هنا هختار اكس 4 واكس 5، او اكس 4 واكس 3، او اكس 4 واكس 2، او اكس 1 واكس 2. هختار اي اكس من الخمسه دول واديهم رموز. انا مثلا هقول، يعني بلاش تختار بتاع ده وانت شغال، بلاش تختار 5 و4 مع بعض، ان الاتنين هيبقى ما بينهم علاقه، فاهم قصدي؟ لان انا قلنا اكس 4 واكس 5، هتقول لك هنا بقى يبقى الالفا بيساوي سالب 3 بيتا. يعني مثلا قلت لقيت ان اكس 4 بتساوي الفا والاكس 5 بتساوي بيتا، هيجي يقول لك هنا ايه، ان الاكس 4 او الالفا عموما بتساوي سالب 3 بيتا، فكده هنشيل كل البيتا ونحط مكانها الفا. فلا، المفروض نشتغل الفا وبيتا. المهم يعني لما يجي لك معادله زي دي انت شايف هنا ان ده اكس 4 واكس 5، بلاش تعمل ليت اكس 4 واكس 5، خد اكس 5 بس مثلا، اكس 5 بتساوي بيتا. طب واللي فوق اختار واحد من فوق، 2 ولا 3، اختار 3 عادي، اكس 3 تساوي الفا. اختار ما اللي هنا واللي هنا، ممكن تختار ده وده او ده وده براحتك. تعالى بقى نشتغل معادله من تحت من تحت لفوق، اكس 4 ناقص 3 او زائد 3 بيتا تساوي 0. يبقى هنا الاكس 4 تساوي ناقص 3 بيتا. تعالى ناخد اللي فوق دي، اكس 2 ناقص 2 الفا بتساوي 0. هنا يبقى الاكس 2 بتساوي 2 الفا. تعالى ناخد اللي فوق خالص بقى دي، هنا ده اكس 1 زائد 2 الفا اللي هي الاكس 2 ناقص 2 في الاكس 3 اللي هي الالفا، تمام، زائد اكس 4 بسالب 3 بيتا، اصلا سالب 3 بيتا. زائد 3 بيتا ايكوال 1، تمام. هنا ده 2 الفا راحت مع سالب 2 الفا، سالب 3 بيتا راحت مع 3 بيتا. اوكي هنا يبقى الاكس 1 بيساوي 1. طب حلو، انا بكتبها له كده، اكس 1 و اكس 2 الى اكس 5 ايكوال، هنا اكس 1 زي اكس 2 الى اكس 5 ايكوال اكس 1 بكام؟ بواحد. اكس 2 ب 2 الف، عشان بس تبقى الاجابه كلها واضحه قدامه. اكس 3 ب 1000، اكس 4 بسالب 3 بيتا، اكس 5 هي اللي ببيتا. اوكي، مع مراعاه اللي انت برضه قايل له ان الليت اكس 5 هي اللي ببيتا واكس 3 اللي ببيتا.
انت ممكن تختار 2 و4، ممكن تختار 2 و5، والنواتج هتطلع يعني هيبقى الاكس 2 بقى ساعتها مش بيتا، لا هيبقى اكس 2 بتاع ده، هي اللي مش بالفا، هي اللي بالفا، واكس 3 هي اللي هتلاقيها ب2 الفا، او لو قلت ان اكس 2 ببيتا فهتلاقي دي ببيتا ودي ب2 بيتا، فاهم؟ المهم ان هتلاقي دايما ان لو انت اخترت اي 2 تانيين هتلاقي ان الفرق او ال البتاع ده النسبة ما بين اكس 3 واكس واكس 2، هتلاقي ان اكس 3 نص اكس 2، وهتلاقي هنا ان اكس 4 بيساوي سالب 3 اكس 5 عموما يعني، تمام؟ ده طبيعي من المسألة اللي فوق. بس هناخد مسألة يعني زي ما تكون شاملة الموضوع كله كده من أوله لآخره، ولو أنت عرفت تحلها خلاص أنت ما فيش حاجة واقفة قدامك أصلا، هي بتجيلك بكذا طريقة، هو جاب لك كل الشروط في مسألة واحدة. قال لك ايه؟ قال لك ادي اكس زائد واي زائد زد ايكوال 6، و اكس زائد 2 واي زائد 3 ست 3 زد ايكوال 16 ايكوال 10، و اكس زائد 2 واي زائد باوند زد ايكوال ميو، ثانية واحدة، تمام؟ هكتب لك البتاع ده على صورة ماتريكس وبعد كده نشوف هو عايز ايه. ادي اهو، ادي الاكس، ادي واحد 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 ستة، واحد اتنين تلاتة عشر، واحد اتنين لامدا ميو. قال لك هات قيمة اللامدا وقيمة الميو في أو في يعني في كذا حالة. أول حالة قال لك إن هو ما يكونش ليه سوليوشن، يعني يبقى السيستم ده ملوش سوليوشن. طب السيستم ده ملوش سوليوشن إمتى؟ لما الرانك بتاع الـ AB بيبقى أكبر من رانك، يعني بص أول ما يديك الشرط قول كده إن يبقى الرانك بتاع الـ A أقل من الرانك بتاع الـ AB. حلو. طب هنا الرانك بتاع الـ A ممكن يبقى ايه؟ الرانك بتاع الـ A ممكن يبقى 3 او 2 او 1. طب والرانك بتاع الـ AB هيبقى 3 برضو او 2 او 1. طب وما ان الرانك بتاع الـ A بيبقى اقل من الرانك بتاع الـ AB، ما ينفعش يبقى 3 خالص، مستحيل، لان ده الماكسيمم بتاع الـ AB، تمام؟ فده ما ينفعش خالص يبقى 3. طب تعالى نشوف كده بتاع 2، سيب دي يعني سيبها دلوقتي، خد اي 2 في 2 كده، ده هنا هيبقى 2 ناقص 1 ب1، يبقى الرانك ب2 خلاص. يبقى هو كده الرانك بتاع الـ A هنحدده اللي هو ب2، والرانك بتاع الـ AB هنحدده اللي هو ب3، تمام؟ لأن مش هينفع الرانك ما يبقاش 2، لأن عندك أهو لما خدنا ماتريكس 2 في 2 اداك هنا 2 ناقص 1 ب1، يبقى الرانك بتاع الـ A لازم يكون ب2. طب حلو، طب عشان يبقى الرانك بتاع الـ A بيساوي 2 لازم المحدد ده بيساوي 0. طب نشتغل زي رو ايشلون فورم ونكمل، ادي 1 1 1 6، هقول ان ار 2 ناقص ار 1، فده هنا يبقى زي اهو ار 2 هتبقى ار 2 ناقص ار 1 0 1 2 4، وار 3 تبقى ار 3 ناقص ار 1، ده هنا 0 ماشي مش فارقة، تمام؟ هنا زيرو واحد لامدا ناقص واحد، وده هنا الميو ناقص ستة، اوكي؟ طيب هقول ان ار تلاتة تبقى ار تلاتة ناقص ار اتنين، انت كنت ممكن من الاول خالص فوق تقول ان ار تلاتة ناقص ار اتنين، فده يديك ده زيرو وده زيرو على طول، بعد كده ار اتنين ناقص ار واحد، مش مهم يعني، شوف الخطوة اللي انت شايفها اسهل لك واعملها. ده هنا زيرو واحد اتنين اربعة، تمام؟ ده هنا زيرو زيرو، هنا يبقى الف لامدا ناقص تلاتة، وده هنا يبقى الميو ناقص
10. اوكي طيب حلو، انا هنا قلت ان ده عايزه، يعني قلت كده ان 1 1 1 0 1 2 0 0 لندن ناقص 3، قلت ان هو عايزه بيساوي 0. طب ده بيساوي ايه؟ بيساوي لندن ناقص 3 بتساوي 0، يبقى هنا اللندا بتساوي 3. حلو. طب تعالى بقى ناخد ده مكان ده، يعني هيبقى المنظر كده 1 1 6 0 1 2 0 0 ميو ناقص 10. انا قلت اللي هو لا يساوي الزيرو، ليه؟ عشان لما ما بيساويش، لو ده ما سواش الزيرو هيبقى الرانك ب3، هيبقى ساعتها كده يعني في الحالة دي، في الحالة دي الرانك بتاع الايه هتساوي 2. انا عايز هنا الرانك بتاع الايه بي بيساوي 3، يبقى ده لا يساوي الزيرو. طب كويس خلاص، يبقى ميو ناقص 10 لا تساوي الزيرو، يبقى الميو لا تساوي العشرة. يعني ايه الميو لا تساوي العشرة؟ يعني مجموعة الحل هتبقى الار ناقص العنصر اللي هو بتاع العشرة، الاليمنت بتاع العشرة. كل اي رقم موجود في الميو هينفع ما عدا العشرة، يبقى ده في حالة النو سوليوشن. تمام، خلينا ايه، يعني قدامنا كده الحتة دي عشان هنحتاجها، فيها كذا حالة. تمام، دي أول حالة. تاني حالة قال لك ايه؟ قال لك هات حالة الميو و اللامدا لما يبقى هاف يونيك سوليوشن، يبقى ال السيستم ده هاف يونيك سوليوشن. طب يبقى هاف يونيك سوليوشن امتى؟ طب يبقى هو هاف يونيك سوليوشن امتى؟ احنا كده كده قلنا ان الرانك بتاع الايه اقل حاجه فيه 2 والماكسيمم بتاعه 3، فهو يا اما 2 يا اما 3. يبقى هو هاف يونيك سوليوشن امتى؟ لو الرانك بتاع الايه بيساوي 2 والرانك بتاع الايه بي بيساوي 2، في الحاله دي لو ده 2 يبقى ده 2 وده يبقى 3 و3، ده الرانك بتاع الايه، ده هنا الرانك بتاع الايه بي. هنمسك المعادله دي واحده واحده. تمام، بص احنا اشتغلنا عليها لغايه لما وصلنا بالمنظر ده. تمام، طب حلو، في حالة ان الرانك بيساوي 2، الرانك بتاع الايه، لو الرانك بتاع الايه بيساوي 2 هيبقى ايه؟ هيبقى المحدد ده بيساوي 0، بيساوي 0 ناقص 3. قلنا من لسه جايبينها من شوية ان اللندا هتساوي 3، لازم لو اللندا بتساوي 3 لازم يبقى 1 1 6 0 1 4 0 0 ميو ناقص 10، يبقى الميو ناقص 10 ده هنا ده هيساوي 1 في 1 في ميو بيساوي 0، يبقى هنا الميو بتساوي 10. تمام، يبقى نقول كده اف اللندا ايكوال 3 والميو بتساوي 10. طب في حالة تانية، في حالة ان الرانك بيساوي 3، لو الرانك بيساوي 3 يبقى ساعتها ده لا يساوي الزيرو، بما ان ده لا يساوي الزيرو يبقى اللامدا لا تساوي 3، يبقى ساعتها اللامدا بتساوي ار ناقص 3 والميو الميو لسه جايبها من شويه ان الميو هتساوي الار ناقص 10. قلنا ده كده هيقول لا يساوي زيرو، فيعني في الحاله دي ان ده الرانك ب2. طب لو ايه الرانك ب3؟ يبقى الميو لا ناقص 10 لا تساوي الزيرو، فهتبقى الميو لا تساوي 10، وهنا اللامدا ناقص 3 لا تساوي الزيرو، فهتبقى اللامدا بتساوي 3 او لا تساوي 3. يبقى امتى يبقى هو هاف يونيك سوليوشن؟ هو ما قالكش هات السوليوشن. تمام، في الحاله دي هو ما قالكش هات السوليوشن لان هنا في ارقام كتير، دي الار كلها. مهم، امتى يبقى هو بيبقى هاف يونيك سوليوشن؟ لو الرانك بتاع الايه بتساوي الرانك بتاع الاي بي بتساوي 2، او الرانك بتاع الايه بتساوي الرانك بتاع الاي بي بتساوي 3. تمام، يعني لو هو اي رقم ما عدا 3 يبقى لازم الميو اي رقم ما عدا 10. طب لو اللندا بتساوي 3 يبقى لازم الميو بتساوي 10. تمام، في الحالتين دول، في الحالتين دول هو كده هاف سوليوشن، هاف سوليوشن. اوكي طيب،
ال n بتساوي ايه؟ ال n بتساوي 3. طب حلو، يبقى في الحالة دي يبقى هاف يونيك سوليوشن. طب وفي الحالة دي يبقى انفينايت نمبر اوف سوليوشن. يعني اللي انا عملته دول قلنا يبقى هو هاف سوليوشن. هاف سوليوشن امتى؟ لما يبقى الرانك بتاع الاي بيساوي الرانك بتاع الاي بي. تمام، الرانك بتاع الاي بيساوي الرانك بتاع الاي بي في الحالتين دول. طب لو هو في الحاله دي هتساوي 2 والان بتساوي 3، يبقى هاف يونيك انفينايت سوليوشن. طب ودي هاف يونيك سوليوشن، تمام، في الحاله دي هي دي اليونيك سوليوشن ودي الانفينايت نمبر اوف سوليوشن. هو ممكن يجي يقول لك ايه، هات لي اللامدا والميو لو هو هاف يونيك سوليوشن، تكتب دي بس. طب قال لك لو اللامدا والميو لو هو هاف سوليوشن تكتب دي بس، او لو تبقى بتاع هاف انفينايت سوليوشن نمبر اوف سوليوشن سوليوشنز، اوكي تكتب دي بس. طب لو قال لك هاف سوليوشن عموما في المطلق اكتب له الاثنين، اكتب له الاثنين، احنا اشتغلناها كالاثنين هاف سوليوشن عموما، وقال لك ان دي يونيك سوليوشن، واكتب له كده ان دي لما تجيب، لما يقول لك هاف سوليوشن تجيب له الحالتين وتكتب كده بين قوسين ان السيستم هنا هاف يونيك سوليوشن في الحاله دي، وفي الحاله دي هاف انفينايت سوليوشن. انما لو هو حدد لك يونيك سوليوشن اكتب له دي بس، حل بالطريقه دي بس. يونيك سوليوشن يبقى الرانك بتاع الاي بيساوي الرانك بتاع البي بيساوي الان، لكن انفينايت سوليوشن يبقى الرانك بتاع الاي بيساوي الرانك بتاع البي اقل من الان. اوكي تمام. طيب اخر مساله، بص مش هنحلها للاخر خالص، بس هقول لك الملحوظه اللي فيها. ادي مثلا بتاع ده واحد 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 واحد، هو اداني كذا معادله وانا حولتها الماتريكس على طول، فهنا يبقى واحد اتنين اربعه لمده، اتنين اربعه لمده، ادي واحد اربعه عشره لمده سكوير، تمام. قال لك شوف السيستم ده وهو يبقى ليه، وراح جه قال لك ايه اللي هو يبقى ليه سوليوشن. بص جه قال لك كلمة، قال لك ان هو ليه سوليوشن، تعال نحلها مفيش مشكلة، تعال نحلها واحدة واحدة. ادي مثلا ادي الماتريكس، اوكي تعال نحلها، اقول مثلا ان ار 2 تبقى ار 2 ناقص ار 1 وار 3 هتبقى ار 3 ناقص ار 1. قال لك هاف سوليوشن، لازم اعرف الرانك بتاع ايه بيساوي ايه عشان اشتغل واحده واحده. ادي 1 1 1 1 هنا ده 0 1 3 لندا ناقص 1، اوكي هنا ده 0 3 9 لندا تربيع ناقص 1، اوكي ار 3 هتبقى ار 3 ناقص 3 ار 2، 3 ده 1 1 1 0 1 3، هنا ده يبقى 0 0 0 هنا ده يبقى 1، هنا ده لندا ناقص 1. قال لك دي ناقص 3 دي، ادي لندا سكوير ناقص 3 لندا، اوكي ناقص 1 في سالب 3 ب 3 ناقص 1 يبقى موجب 2. تمام حلو، الرانك اوف ايه هتساوي كام؟ هتساوي 2. يبقى قال لك هاف سوليوشن او هاز ا سوليوشن، ما قالكش بقى يونيك ولا سوليوشن عموما ولا ايه، بس هو كده كده اساسا هيبقى انفينايت سوليوشن، تمام، لان الان هنا بتساوي 3. المهم بيقول لك هاف سوليوشن ده معناه ايه؟ معناه ان الرانك بتاع الاي بيساوي الرانك بتاع الاي بي. طب تعالى نكتب الاي بي، ادي واحد واحد واحد، او مثلا ماشي ما ده واحد، ده هنا 0 1 لندا ناقص 1، هنا ده 0 0 لندا سكوير ناقص 3 لندا زائد 2. طب في واحد تاني قال انا مش عايز اخد اول التاني، هاخد التاني والتالت، مش هتفرق، او قال لي قصدي هاخد الاول والتالت، لازم الاول ده يبقى موجود عشان يبقى دي موجوده، لان ده هيبقى كده. طب لو ده مش موجود هيبقى المثلث بتاعه عباره عن كده، ويبقى برضه حاصل ضرب ده في ده في ده بيساوي 0، تمام.
طب هل ده في ده في ده بيساوي زيرو زي ده في ده في ده في ده بيساوي زيرو؟ اه. طب ليه؟ تعالى كده نكتبها، دي لامدا سكوير ناقص 3 لامدا زائد 2 بتساوي زيرو، هيبقى ليها حل معين وهحله بالآلة زي ما اتفقنا، تمام؟ طب لو هي بره مضروبة في 3، ال3 دي هتروح في داهية، لأن أنا هروح أقسمها هناك هتبقى زيرو على ال3 بتساوي زيرو، ملهاش لازمة أصلا، تمام؟ ماشي، ال3 دي هتروح في داهية، إن أنا لو أروح أقسمها هناك تبقى زيرو على ال3 بتساوي زيرو، ملهاش لازمة. طب حلو، ده بالآلة طلع لك إن اللامدا إيكوال 2 واللامدا إيكوال 1.